سؤال برضو نحب نوضح ان احنا بقالنا حوالي في الحلقة دي ساعة ونص، ساعة ونص بنتكلم على الزمالك وبنشيد بنادي الزمالك، عشان الرجالة بس لما تاخد الحاجة على السوشيال ميديا يبقى الكلام من بدايته معروف. احنا بصينا على كل الايجابيات بتاعت الزمالك وقلنا كل نص كوباية المليان تماما. الزمالك في جزء لا يحسد عليه، ممكن يحط لعيبته تحت ضغط، وهو نفس السيناريو ده قلناه على النادي الاهلي في البطولة الافريقية او في ماتشه في البطولة الافريقية. الزمالك دلوقتي بيلعب نهائي الكونفدراليه وبينافس بطوله الدوري الممتاز. جماهير نادي الزمالك خلاص ظهرت، حتى اللي ما كان بيشجع الزمالك وبعد عن الكوره رجع صحيح. كله اللي بيلبس تيشيرتات خلاص، جماهير الزمالك بقى اعداد. السنه دي جماهير الزمالك في حاله نفسيه صعبه، بتعشموا ببطوله، وده اصعب اللحظات واصعب الاحساس ببطوله الدوري والبطوله الكونفدراليه. الزمالك قدامه طريقين، يفوز بالكونفدراليه، وانا مش عايز افرقهم لان الواقع بيقول ان هما الاثنين مع بعض، اكيد يفوز بالكونفدراليه معنويات عاليه، يفوز بالدوري الممتاز. لا قدر الله، لا قدر الله تروح الكونفدراليه تتدربك الامور، يروح الدوري الممتاز. في حاله لا قدر الله ضياع الكونفدراليه وفي حاله عدم توفيق نادي الزمالك في بطوله الدوري، المشهد بقى صعب جدا جدا بالنسبه له، خصوصا ان انت في مرحله حسست جمهورك او وضعك او ادائك السنه دي ان انت عندك بطوله او اتنين في الدرج. جه دور اللعيبه بقى، هو ده دور اللعيبه، وهي دي اللعيبه اللي تقدر تتحمل الضغوطات ولا لا؟ جماهيرك طبعا متعطشه لبطوله، مش بطوله واحده، بطوله واتنين وتلاته، وعندك كاس مصر كمان لو تكمل وتلعب. فاعتقد ان الزمالك قدامه بالظبط الاسبوعين او التلات اسابيع اللي جايين قبل بطوله كاس الامم الافريقيه لازم يكون فيها تركيز عالي جدا. اللعيبه هنا لازم يكون عندها من داخلها الاصرار، من داخلها ان انا متعطش لبطوله، جماهيري الجماهير بتاعتي نفسها تفرح. الجماهير زي ما حضرتك قلت يا كابتن سيف بدات ترجع تاني تلبس تيشيرت نادي الزمالك النهارده، شايف النهارده كل المقاهي كل الناس فرحانه النهارده بالتعادل. فاعتقد ده دور اللعيبه، دور الجهاز ترفع كل الضغوطات، لان في بعض اللاعبين ما بيعرفوش يلعبوا تحت الضغوطات، وهنا ده الفرق ما بين لعيب بيقدر يكمل في نادي كبير زي الزمالك او الاهلي او يلعب تحت ضغوطات لمنتخب مصر. هو دوت الدور الاساسي اللي كباتن الفرقه لازم يكون ليهم دور. جروس مدرب كويس، انا حتى هذه اللحظه انا شايف ان هو مدرب كويس. ليه يعني بالورقه والقلم هو منافس قوي على بطوله الدوري، كان هو اول الدوري لغايه اسبوع او اسبوعين، وصل لنهائي الكونفدراليه في كاس مصر، هيوصل لابعد نقطه، فكل ما طلب منه هو موجود. فاعتقد هو ماشي، هو عنده استراتيجيه ماشي بيها بشكل كويس. فقد البطوله العربيه يا كابتن طارق، وكانت من اسهل ما يمكن الزمالك يوصل الحقيقه لل مش مختلف يا كابتن يعني، لكن البطوله العربيه برضو ليها ظروف خاصه يعني. برضو تعال نتفق على شيء، ان مباراه الاتحاد اللي هو برضو اللعيبه ما كانتش مركزه بشكل قوي. بس لاحظ انك انت كنت كسبان المباراه الاولى هناك اللي هي مباراه الاتحاد اللي هي يعني الزمالك خارج ارضه، كنت كسبانها واتغلب في المباراه الثانيه، ما قدرش المباراه الثانيه علشان كده ماشي، ما كانش فيه اداره جيده، وبرضو ما كانش فيه تركيز قوي لان اللعيبه حست المباراه الثانيه هتبقى سهله. ما هو برضو مش عايز دايما يبقى اللوم على المدير الفني فقط، لا، اللعيبه لازم يبقى كلها دور، والدور الاساسي المدير الفني انا وصلتك للنهائي، لكن دور اللعيبه والروح القتاليه داخل الملعب زي اللي شفناها النهارده، طالما انت تقدر توريني بقى في اخر نقطه او اخر سلمه، سلمه التتويج، سلمه التتويج دي مش عايزه غير عناصر معينه، عايزه لعيبه معينه زي الاجيال اللي نادي الزمالك كان موجود فيها. انا عندي تفاؤل كبير جدا ان المره ديت نادي الزمالك يقدر ياخد بطوله الدوري، هيقدر ياخد بطوله الكونفدراليه، فان شاء الله خلي الناس تبقى متفائله، بس التفاؤل ما يزيدش عن حد يا كابتن، لازم تخوفه ان ما تحتفلش بدري يعني. ايوه يعني دايما لازم تخوفه ان الخصم اللي قدامك صعب،